إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. سيد أفندي ما يحبش النور، ما نقصدش إنه يحب يقعد في الضلمة، لا، قصدنا ما يحبش يولع النور كتير، إلا إذا كان قاعد في الأوضة خرج منها يطفي النور بتاعها، رجع لها تاني يرجع يولع النور. من زمان وهو كده. مين اللي علمه الحكاية دي؟ والده الله يرحمه. قال له يا ابني في حاجتين ما تصرفش فيهم، المية والكهرباء. المية والكهرباء فعلا أغلى مصدرين للحياة، من غيرهم ما نقدرش نعيش، وللأسف الاتنين دول بيعتبروا من المصادر اللي بتنتهي، بتخلص ومش حدوم للأبد إلا إذا أحسن الإنسان استهلاكهم. بس أنت حضرتك بتحكي الحكاية دي ليه دلوقتي بالذات يا أستاذ فؤاد؟ علشان نقول إن سيد أفندي ما يحبش يسيب أوضة مولعة ولا ما فيهاش حد، يعني راجل مقتصد في استعمال الكهرباء، وبعدين لا عنده تكييف ولا عنده فريزر ولا عنده الحاجات دي كلها. كان بيدفع نور زمان 2 جنيه 2 جنيه وربع، دلوقتي بيدفع كام؟ يا ترى الفاتورة لما زادت أسعار الكهرباء على أيامك كانت بتيجي بكام يا أستاذ فؤاد؟ سيد أفندي بص فيها لقاها 60 جنيه، قال له الفاتورة غلط، تلاقيها مش بتاعتنا. المحصل بص في الفاتورة وقال له مش حضرتك الأستاذ سيد عبد الحميد سيد؟ قال له أيوة. قال له تبقى الفاتورة بتاعتك. سيد قال له إزاي 60 جنيه؟ ليه؟ عندي مصنع. 60 جنيه من 30 سنة كان مبلغ كبير فعلا، بس دلوقتي ما كانش لسعر الاستهلاك الحقيقي للكهرباء يا أستاذ، عشان الدولة كانت بتدعم الكهرباء بمبالغ خرافية، ده كان بيجي على حساب حاجات كتير. كانت الدولة وقتها بتدعم تقريبا كل حاجة، البنزين والغاز والزيت والسكر والمية والعيش والمواصلات العامة. الدولة كانت بابا وماما، وكان الأسلوب ده بيشجع الناس على الاستهلاك العشوائي وعلى إهدار المال العام بطريقة سيئة جدا. كانت الناس بدون ما بتدري بتدمر موارد الدولة، وطبعا كانت الناس مبسوطة. لكن ده كان خراب، لان هيجي يوم الحكومه ما تقدرش الناس تبص تلاقي سعر الكهرباء نط نطه محدش يقدر عليها. ما هو ده اللي حصل فعلا يا استاذ، واضطرت الحكومه ترفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، والناس كانت هي كمان مضطره تقبل الاسعار المرتفعه لان مفيش بديل. البديل الوحيد هو انك تظبط وتقنن استهلاكها وما تهدرش الكهرباء على الفاضي والمليان. لو كانت الحكومه ماشيه صح وما بتدعمش الكهرباء كانت الكهرباء زادت بشكل معقول، ما كانتش الناس حست بالحكاية دي زي ما هي حاسة بيها اليومين دول. وياريت المشكلة بس في أسعار كهرباء البيوت يا أستاذ. البيوت دي أبسط مشكلة، المشكلة في المصانع. أسعار الكهرباء زادت بالنسبة للمصانع، معنى كده إيه؟ معنى أكيد أن أسعار منتجات المصانع والسلع هتزيد هي كمان، وسيد أفندي بدل ما هيدفع بس فاتورة الكهرباء اللي زادت هيدفع كمان زيادة أسعار السلع اللي اتأثرت بالزيادة. وكل ده نتيجة إيه؟ نتيجة السياسات القديمة الغلط، نتيجة إن الحكومة كانت هي بابا وماما وأنور وجدي كمان، وكمان نتيجة استهلاك الناس للكهرباء بلا ضوابط. ما كانوش بيطفوا النور وراهم وهم خارجين من الأوض زي سيد أفندي. المواطن كان بيستهلك بلا حدود والدولة الدعم، المواطن يستهلك كهربا بالزوفة والدولة تدفع بالنيابة عنه. دلوقتي متهيألي يعني خلاص سيد أفندي وبعزة أفندي والست جمالات كلهم اتعلموا وحرموا بعد ما تلسعوا من الشوربة، واللي تلسع من الشوربة يعمل ايه؟ ايوة بالظبط كده، مش كده؟ ولا نقول كمان اتبرع لابناء مصر من الايتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس،
عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.